بطولات دي ولا مش بطولات؟ بطولات يعني التاريخ، احنا قلنا التاريخ مش هيحرف نفسه يعني. بطولات واهداف، الهدف الصفاقسي ده كل ما انا بشوفه، كل ما يعني لسه اقول لكم راي ضيوفي الكرام، كل ما بنشوفه تحس ان هو لسه جاي دلوقتي حالا. اهداف لا تنسى وبطولات لا تنسى. ارحب بضيوف الكرام، ضيوف الكبار، نجوم مصر، نجوم النادي الاهلي، كابتن فارس كوتي. اهلا وسهلا بيك كابتن. كابتن مير اهلا بيك. عامل ايه؟ واهلا بيك واهلا بقناه الاهلي وكابتن محمد حشيش معانا النهارده كمان. سعيد لي انا شفته بقالي كتير ما شفتوش. ربنا يخليك، ربنا يوفقنا ان شاء الله جميعا. ربنا يخليك نجم كابتن محمد حشيش. اهلا وسهلا بيك كابتن. ازيك يا ميدو؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ كله تمام؟ الشياكه دي انت اللي شيك اهو. كابتن فوزي كمان ما شاء الله حاجه جميله. ربنا يخليك بعد ما عندك يا ميدو. يعني البطولات لا تمحى من الذاكره، ولو يعني نسيناها التاريخ بيفكرنا بيها. والله احنا نمسك الخشب، نمسك الخشب، لان النادي الاهلي بجد يعني من نادي مؤسسه رياضيه كبيره، اسم النادي الاهلي كبير، اتعودنا على النادي الاهلي خلاص ان هو يعني الحمد لله بيحرز بطولات. حتى لما بيحصل اخفاق في بطوله تلاقي بطوله ثانيه عوضها على طول، ده النادي البطل اللي احنا بنقول عليه. فنتمنى له تملي النادي الاهلي، نادي فعلا لعبته على مستوى مجلس اداره، على مستوى جماهيره العريضه في كل مكان. النادي الاهلي طبعا العامل المساعد الاول بعد ربنا طبعا ان النادي الاهلي بيقف على رجليه وبيثبت وجوده وبيثبت ان هو فعلا احق بالبطوله عن اي فرق من اللي شفناه. وشفنا زي ما عرضوا دلوقتي على التلفزيون البطولات الكبيره اللي جابوها من ايامنا ومن ايامك وايام الكابتن محمد حشيش كلنا. يعني ربنا يديمها يا رب ونشوف النادي الاهلي تملي كده يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب. كابتن محمد يعني برضو بنستعرض الاهداف والبطولات. شفت جون ابو تريكه؟ قلت لي الجون ده حاجه عظيمه طبعا. جون ابو تريكه بتالي من الاجوان اللي ما بتنسيش. في اجوان كده بتبقى محفوره ما مش خلاص مش هتنسي زي جون ابو تريكه ده في توقيته في تونس ومع فرقه جامده جدا الصفاقسي تكسب بيه بطوله كبيره، يعني عمره ما هيتنسي الجون ده. كذلك في اجوان كتير برضو يعني احرزها النادي الاهلي في كم البطولات الكبيره اللي هي 8 بطولات في البطوله الماتش ان شاء الله بكره ده فيها البطوله الافريقيه الابطال كتير جدا يا فوزي. مكاسب كتير جدا. جابوا الجول تاني قدام حضرتك اهو. بص التوفيق يعني بتاع ربنا. وابو تريكه مش اشوى، خلي بالك كمان يا محمد. يعني ابو تريكه مش اشوى طبعا، يعني شوف ربنا طبعا تيجي على الراس وما عملناش كتير. علامات متعب ترجع فلافيو تروح لابو تريكه على رجله الشمال يشوطها تروح في الزاويه. خلي بالك الكره دي لو ابو تريكه وقفها مش جول. بص الفرحه جميله جدا. بقى يوقف مين؟ فرحه ده هو يعني كان رايحين يسلموا على بص كم كانوا رايحين بيجهزوا عشان ياخدوا الكاس. لا ولاعيبه الصفاقسي شوف كم واحد، كل يعني حوالي 6 لاعيبه حطوا ايدهم فوق راسهم على طول بعد الجون. خلص الموضوع عارفين قيمه الجون ده وخلاص فاضل دقايق. بص يعني شوف الكره، بص الهيد وعلى رجل ابو تريكه في الزاويه. يعني سبحان الله الجون طبعا مش مصدق، اللعيبه مش مصدقه طبعا. احنا مهما نقعد نوصف الجون ده ونعيد ونزيد فيه برضه هنستمتع بيه والناس هتستمتع بيه. عارف انت مش صحيح الجون دي بس كمان ده فاكر البطوله بتاعت عماد متعب برضه في اخر لحظه طبعا. ان وليد سليمان عملها له ورفعها له وربك بص بيعمل اسباب ان وليد سليمان يروح ناحيه اليمين وعماد متعب الكونفدراليه فعلا يقدر ويرفع الكوره وعماد متعب رايح حاطط. يعني الجماهير بتاعت النادي الاهلي او جماهير مصر عامه في الماتشات الافريقيه لو كله بيشجع النادي الاهلي في الماتشات دي بتدي فعلا. والله احنا بنبقى عن نفسنا نبقى موجودين في الملعب مش قاعدين بره بنتفرج اكيد، بس ده توفيق ربنا. وفعلا النادي الاهلي يستحق لان لعيبته بتاعته مخلصه لاخر ثانيه لاخر دقيقه عشان كده ربنا بيكرمهم اكيد. يعني كان ابرز تصريحات ابو تريكه بعد الفوز ده تصريح كان غريب قوي يا كابتن. قال وانا في عز فرحتي وراح اجري على الجهاز وبحضن سلمان وبعد الكابتن حسام بدري. كابتن حسام بدري عشان نعرف بس الناس قد ايه كابتن حسام بدري ملتزم جدا يعني. قال له وهو بيحضنه فرحانين بقى، احنا ما كانش حد مصدق اساسا. قال له يا ابو تريكه وهو بيحضنه انت واخد بالك ابو تريكه يعني ما تسيبش نص الملعب لما خلاص ما تهاجمش تاني ما تسيبش حريص برضو على ان يديله التعليمات. بص يعني في وسط الفرحه اللي هي كل الناس نسيت نفسها. وبعدين خلي بالك انت شفت السبرنت اللي ابو تريكه عمله بعد الجون؟ سبرنت شفت السبرنت ده طول الملعب ده فرحه الجون يا محمد. انت عارف فرحه طبعا مش طبعا جون تاريخي ده تاريخي. الجماهير نفسها جريت يعني. احنا كنا قاعدين بنتفرج على الماتش ده في ناس جريت يعني قاعد بيتفرج في كافيه في قهوه
في بيت هتلاقيه قام جري. ايوه صح. يعني كان معايا والله بجد واحد حبيبي قوي زملكاوي قام جري من الفرحه يعني شوف قد ايه. ولا قام جري من الزعل. لا لا والله لا بجد حتى يعني تفرق معاه كتير دي يا كابتن. لا او جري عشان ما تكلموش بعد كده. لا بجد جري من الفرحه الجون. ما كانش مصدقين ان الجون يجي في توقيت زي ده. اكيد يعني اهي دي اللقطه. هات لنا تاني اهي دي. بص اللقطه هي في لافيو وبعدين احمد متعب يعني احمد متعب وبعدين في لافيو. بص يعني ابو تريكا بص ما تسيبش ما تسيبش نص الملعب. ما تسيبش نص الملعب. ده احساس المدرب خلي بالك. طبعا حاجه لو فاضل ثانيه بيبقى لسه برده حاجه. حاجه جميله جدا. يعني بارك لكم الاول بالبطوله 40 الدوري العام. كابتن فوزي يعني شفت البطوله ازاي الدوري بسرعه كده للنادي الاهلي حسم البطوله قبل البطوله ما تخلص في 7 ماتشات عشان نتكلم على اثر حسم هذه البطوله بدري او 5 ماتشات. هستاذنك بس كابتن ميدو عن انت في الاول بس كنا هنعزي كابتن سمير زاهر طبعا. اكيد طبعا طبعا يعني فضل. من ابناء النادي الاهلي والراجل خدم في مصر والمنتخبات فالبقاء لله. وبنعزي برضو اخونا حبيبنا يمكن انتم ما حضرتوش شويه عبد العليم زكريا. طبعا من الفيوم راجل كابتن محمد طبعا. لما رحت له الفيوم هناك الناس بتحبه قوي قوي خدوم جدا وهو ابن النادي ولعب في النادي وكان الأهلي. النائب كمان بتاع وكان الفيوم. النائب يعني طبعًا. هو راجل جميل الصراحه فربنا يرحمه يعني ربنا النادي الاهلي ميدو لما نيجي نتفرج يعني احنا عزينا طبعا الكابتن سمير زاهر كابتن سمير كابتن فوزي وعزينا ابراهيم فايق زميل الاعلام في وفاه والدته وايضا كابتن هيثم فاروق في وفاه والدته. نعزيهم والبقاء لهم البقاء لله يا رب. اتفضل يا كابتن. وادي ده كان يعني فعلا كل الناس مقدره اكيد ان كان محبوب جدا الكابتن سمير ربنا يرحمه والناس بتحبه عشان كده بتلاقي يعني في العزاء بتاعه والعزاء بتاعه النهارده يعني كان نفسنا يبقى متواجدين برضه لكن نظرا للبرنامج وفي برضه فوزي هو من الشخصيات المؤثره جدا في الكره المصريه يعني ولازم نعترف ان هو يعني كرئيس اتحاد كوره سابق يعني من الرؤساء اللي هم لهم الفضل في حاجات كتيره في تطوير الاتحاد وتطوير الحاجات الشركات الراعيه للاتحاد والكره المصريه كذلك اكثر بطولات احرزتها الكره المصريه كانت في عهد الكابتن سمير زاهر ربنا يرحمه البقاء دي المحبه بقى اللي بتبان بقى طبعًا. محمد شوف المحبه بتاعت الناس برضو تواجدهم في الجنازه بتاعته ده اللي هيبقى ده اللي هيفضل للناس يعني الناس يعني اي واحد في مركز اي واحد في مكان لازم يعرف ان يعني المتعه لنا حق هو هيجي يوم فلازم الناس كلها كله بيخلص كله بيأدي بحب كله بيأدي الناس كلها بتحبه الناس واقفه وراه زعلانه عليه للفرق طبعا بس لكن يعني الاستاذ عمرو فاروق طبعا بيقدم واجب العزاء. والله يا كابتن فوزي انا حضرتك قلت حاجه جميله جدا جدا قلت حاجه جميله جدا لخصت الحاله اللي احنا فيها كلنا ان هو ده اللي بيفضل الحب الحقيقي اللي بيفضل اي صحيح. حد ماسك منصب قاعد على كرسي بيعمل حاجه حاسس بقوه حاسس مش عارف ايه الكلام ده بعد ما ربنا يرحمنا جميعا يعني واحنا كده بنتسال كده ولا حد يبقى جنبنا خالص اللي هيقول لك ربنا يرحمه هو اللي يبقى بيحبك فعلا غير كده محدش هيفتكرك اساسا الناس دايما بتقول ده اللي هيقعد الناس دايما بتقول والله الله يرحمه كان طيب كان لسانه حلو كان قلبه ابيض وبيبان بقى ميدو في الحته دي بقى في العزاء والمروح الجنازه يعني اقبال الناس الغير عادي من كل حته انها تروح وتعزي وتبقى حريصه على العزاء غير حبه الناس بالظبط بالظبط ده احمد حسن هو بيستلم ده في عهد الكابتن سمير زاهر يعني يا جماعه خلاصه الكلام الواحد يبقى محضر كلام عشان يقوله لربنا يبقى محضر كلام بس يعني ربنا يقول له انت كنت بتعمل ايه في حياتك الكلمه الحلوه اللي الناس بتفتكر الانسان بيها هي دايما يقول لي الله يرحمه ده كان طيب الله يرحمه كان لسانه حلو الله يرحمه كانت الناس بتحبه يعني الناس تحضر تقول لربنا عايزه وانت في شغلك لان ربنا هيكافئك على شغلك اكيد هيحاسبك على شغلك اكيد اكيد في شغلك في كل حاجه اكيد في مكانك في 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 بيتك في في في, في القناه نفسها وانت أكيد. بتشتغل أكيد. بتجتهد أكيد. ربنا بيوفقك هتتحاسب على كل حاجه أكيد. فلو كل واحد في مصر فعلا شاف انه اجتهد في شغله والله بجد البلد دي هتبقى حاجه ثانيه اكيد وعايزين يعني كلنا مع بعض يعني بنقول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ده اكبر مثل لينا الراجل بيقوم الصبح بدري يصلي الفجر يتحرك يشتغل ما بيقعدش وده رئيس الجمهوريه يعني ممكن واحد تاني يقول لك رئيس الجمهوريه يقوم براحته يقعد براحته فده بيدي مثل لينا ان احنا فعلا لازم نقف كلنا جنبه في يوم الانتخابات ولازم الشعب المصري كله نديله وندي الجيش والشرطه صراحه اخواننا وحبايبنا وشهدائنا
ان احنا نقول يا جماعه لازم نكافئ الناس دي. الناس دي تعبت واخلصت ورفعت وحامت البلد، وكفايه ان احنا الامن والامان اللي احنا فيه دلوقتي. فنتمنى ان شاء الله نوجه رساله من عندك امير دلوقتي ومن قناه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي مؤسسه كبيره، نوجه الناس وجماهير النادي الاهلي وجماهير مصر كلها ان تنزل يوم الانتخابات ونقف جنب سياده الرئيس. الناس مش محتاجه كابتن فوزي، لا احنا بندعو الناس كلها. الناس عرفوا قيمه مصر، وبصراحه انا عن نفسي ما بقلقش على البلد دي. لا لا ما بقلقش، يعني البلد فيها جيش، انت عارف ميدو يحمي اي حاجه، فيها شعب يا كابتن كمان. صحيح. بتلاقيه في وقت الازمه فعلا يعني شعب حاجه جميله. دايما الشعب المصري بيبقى فوق التوقعات. بالظبط. يعني قبل اي حدث بنقول بنقعد نناشد ونقول كذا وكذا. بصراحه الناس من جوه زي ما انت بتقول هي بتلاقيها المبادره دي. بس انت عارف، بص يا كابتن محمد، انت زي لعيب الكوره لما بيجيب هدف بتلاقي الجماهير عامله ازاي. صحيح. الناس بتحس بلعيبه النادي الاهلي بيخلصوا بيادوا، الناس بتشيلهم. بالظبط. بتمشي بتعملهم. بالظبط. فتخيل انت بقى حامي بلد واديت للبلد وضحيت. صحيح. بشهدائنا واخواتنا واولادنا. الناس عارفه الكلام ده يا كابتن. جدا. بس عايزه المعنى بقى، شايفه التحديات اللي نتمنى عشان ايه؟ ان هم ينزلوا ويثبتوا للناس العالم كله إن شاء الله ان فعلا بندي بنقدر الناس دي. ان شاء الله. ان شاء الله دايما. وده يعني رساله صغيره بنقدمها اكيد. مصر بلدنا ان شاء الله دايما في امن وامان مع كل الناس المسؤولين عنها وبيحافظوا عليها وشعبها. يا رب. شعبها هو دايما وجيشها هو دايما الحامي لهذا البلد. ان شاء الله تكون مصر دايما فوق في السماء. ان شاء الله. احنا خرجنا على الموضوع، معلش احنا خرجنا بس اتكلمنا في حاجات مهمه. لا لا احنا اتكلمنا في حاجات مهمه جدا. احنا اتكلمت في اهم حاجه يا كابتن فوزي، ان انا دايما بقول كل واحد لو اتقى ربنا في شغله، تقي ربنا في شغلك يعني، او تقي ربنا في شغلك، هو ده ربنا اللي بيكرمك بيه. وان شاء الله كله ان شاء الله تقي ربنا في شغل، اكيد البلد دي هيبقى لها شأن تاني خالص. يعني نرجع بقى لموضوعنا، ابارك لك تاني على البطوله ال 40. بص احنا اتكلمنا قبل كده في مشوار النادي الاهلي، بعد مشوار النادي الاهلي ده النادي البطل. بعد ما خرجنا من بطوله افريقيا يا ميدو، كان كله متوقع النادي الاهلي هيحصل فيه دروب جامد. ده النادي البطل اللي هو اول ما بيخلص بطوله او ماتش او اخفق في ماتش بيبتدي يستعد للبطوله اللي بعدها. وده اللي عمله الكابتن حسام البدري. تمام. واخد بالك؟ تمام. واللعيبه كلها كان على قد المسؤوليه، وفعلا لما لعبوا الدوري وفازوا وبداوا يلعبوا ماتشات بداوا يصعدوا. كان السادس السابع بدا يطلع الخامس الرابع الثالث لغايه لما النادي الاهلي وصل المركز الاول. النادي الاهلي لما بيطلع المركز الاول يا محمد انت عارف تملي ركب على قائمه طبعا. الدوري خلاص ما بينزلش ثاني. صحيح. يعني فعلا لا هو ده النادي، ان يعني بنبارك له على ان النجمه الرابعه دي حاجه جميله جدا. بنبارك لمجلس الاداره، بنبارك للجهاز الفني طبعا بقياده كابتن حسام البدري. صراحه يعني المدرب المصري ده الحاجه اللي مفرحه الواحد. ان النادي الاهلي النادي اكبر نادي في مصر ونادي بطولات، والمدرب بتاعه مدرب مصري. يا رب يفضل دي قدام. انت عارف يا ميدو دي كمان تدينا حق المدرب المصري كويس جدا. يعني يقدر يحرز بطولات، يقدر وفر له المناخ الملائم، هتلاقي المدرب المصري فطبعا ان هو يحتل المركز الاول وينهي الدوري. على فكره ما حصلتش كتير ابدا. ان قبل ست اسابيع او ست ماتشات على نهايه الدوري دي، يعني النادي الاهلي يقدر هو اللي يعملها. مفيش نادي تاني يقدر يعملها. بالظبط. فعشان كده احنا بنقول الف مبروك للنادي الاهلي، لجهازه وادارته وكل اللعيبه وكل الاداريين وكل عمال اوضه اللبس اللي عليهم واجب كتير بيعملوا برضه، والجماهير العريضه بتاعت النادي الاهلي. فانا ببارك لهم يا رب، ودايما دايما كده نبارك لهم باذن الله، وبالتوفيق باذن الله في الماتشات القادمه يا رب. كابتن حشيش لو عايز برضه تقول. سنه استثنائيه للنادي الاهلي في كل حاجه. مكسب بطوله من قبلها بفتره كبيره، عاملين ارقام كتيره جدا جدا. يعني ان تخسر مباراه واحده لغايه دلوقتي من 28 مباراه، تكسب 24، تعادل 3 وتخسر مباراه واحده. ده انجاز. احسن خط دفاع، احسن خط هجوم، 75 نقطه. يعني كلها ارقام كبيره جدا جدا في ظل برضو سنه استثنائيه وغير عاديه، غير عاديه فيها برضو تغيير اداره وفي اداره جديده للنادي الاهلي. كان ممكن يحصل اي تاثير على النتائج، على اللعيبه، على الجهاز، انما برضو ده تكمله لمبادئ النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي. اي اداره بتيجي بتكمل على الاداره اللي بعدها، بتبقى في افكار بتزود ما بتقللش. وده اللي احنا شايفينه حتى يمكن في الدور الثاني
نتائج كلها كويسة، بتدخل كمان على بطولة إفريقية الحمد لله لغاية دلوقتي بادئ فيها بداية كويسة. الأهم من ده كله بقى كمان مدرب وطني كابتن حسام على أعلى مستوى، عامل نتائج كبيرة جدا جدا. ببارك طبعا لجمهور النادي الأهلي، وبنقول للعيبة طبعا يعني إن شاء الله بكرة دي مباراة في بطولة جديدة، النادي الأهلي كله جمهور النادي الأهلي بيتمنى الحصول عليها لأنها غايبة بقى لها فترة، كنا قريبين منها الموسم اللي فات لغاية النهائي وخسرنا كده بسوء توفيق يعني. إنما إن شاء الله بإذن الله البداية مبشرة من المباراة الأولانية بتاعت مونانا، والمباراة الثانية بإذن الله بكرة تبقى مباراة على المستوى ونصعد إن شاء الله للدور اللي بعده. كذلك برضو في بطولة ثالثة، لأن جمهور النادي الأهلي ما بيعترفش غير بالبطولة، بإحراز البطولة سواء دوري سواء كاس. ما بنقولش بقى والله النادي الأهلي خد بطولة الدوري يبقى خلاص مش مهم بطولة الكاس أو مش مهم، لا، أي مسابقة النادي الأهلي بيدخلها أو بيشارك فيها بيسعى إن شاء الله إن هو يكون يعني محرز هذه البطولة. كذلك برضو أنا عرفت إن النادي الأهلي وافق برضو على الاشتراك في البطولة العربية الموسم القادم كمان إن شاء الله، فبتمنى التوفيق طبعا للنادي الأهلي في كل البطولات يعني. يا رب يعني كابتن اتكلموا في نقطه مهمه جدا، الكابتن حشيش اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه اللي هو الفريق كره ما بتاثرش، كان في فتره انتخابات وكان في كلام كتير جدا اثناء هذه الفتره، لكن فريق كره فضل يكسب وفضل محافظ على تربعه على جدول المسابقه، وحاجه جميله جدا يا كابتن فوزي ان فريق كره يعيش دايما الاجواء دي. وكمان الكابتن حسام فضى دماغه بقى للبطوله الافريقيه. انت واخد بالك كابتن ميرو، تكمله كلام محمد، ان انت عندك لعيبه مميزه جدا طلعت احترفت بره، طيب طلعت اعاره بره، وشوف قد ايه والنادي الاهلي واقف على رجليه. يعني دي برضو مش اي نادي بالزبط. مش اي نادي يقدر يعملها. يعني ساعات بيبقى لعيب واحد او حاجه ممكن يسيبه، لكن الفتره دي صعب قوي يا محمد انك انت في نص نص الدوري، انك انت في الدور الاول نهايه الدور الاول بتسيب 3 5 6 لعيبه جامدين جدا من العناصر الاساسيه، جامدين جدا يعني كل واحد فيهم يعني فرقه صراحه، واثبتوا وجودهم بره كمان. صحيح. يعني عماد متعب وصالح جمعه، وعماد متعب طبعا، وكل صالح واحمد الشيخ طبعا، يعني الفرقه كلها يعني ما شاء الله، يعني لعيبه كلها مميزه، ونتمنى لهم التوفيق يا رب ويوفقهم ويرجعوا تاني لبيتهم تاني ان شاء الله. دي حاجه كان برضو من الاستفاده ان الكابتن حسام بدا يفضي دماغه للبطوله الافريقيه. كابتن فوزي قبل الدوري ما يخلص بخمس اسابيع هتفضل بقى، كنت لسه ممكن تفضل تعيش لاخر الاسبوع في الدوري، لكن الحمد لله فصلنا القصه كلها، بدانا نركز في البطوله الافريقيه من اولها. ده مهمه جدا، انت عارف يا ميلو ان فعلا ان كابتن حسام خلص الدوري ارتاح منه، لان بطوله الدوري زي ما قال محمد كده ان الجماهير لا مش هتتنازل عن بطوله الدوري او اي بطوله بيتلعبها في النادي الاهلي مشترك فيها اي بطوله، فان هو ان خد الدوري وريح دماغه يبتدي يبص بقى البطوله اللي هي محببه جدا لجماهير مصر بره، ان البطوله الافريقيه دي بتبقى فعلا اهم بطوله، فعلا بطوله، والنادي الاهلي متحرم منها السنه اللي فاتت، فان شاء الله السنه دي يعوضها لنا باذن الله. وشفنا اداء النادي الاهلي ولعب النادي الاهلي، الجماعيه بتاعته جميله جدا، بدا في انسجام كويس جدا بين الفرقه والعناصر الموجوده والعناصر اللي داخله، اللي كابتن حسام دخلها برده مع اللعيبه، بيدخل لعيب لعيب يعني واخد بالك، مش مستعجل عليهم، ورجوع مروان محسن يعني ربنا يكرمه برضو ان شاء الله يلحق المنتخب. الاهم بقى فوزي برضو ان الكابتن حسام يستفيد بقى من انه خلاص الحمد لله احرز بطوله الدوري، يستفيد منها بقى في اشراك بقى العناصر الثانيه اللي ما خدتش نصيبها من الاشتراك خلال الفتره اللي فاتت. طبعا بدا بعض الناس ويلعب بقى الناس الثانيه، والحمد لله انا شايف دلوقتي ما بقاش فيه في النادي الاهلي، ودي من الحاجات المميزه جدا برضه ميدو، ان ما بقاش حد دلوقتي اساسي وحد احتياطي. انا شايف الناس اللي قاعده على الدكه بره بتنزل بتادي نفس المستوى، ما شفناش الفرق. وما بنقولش دلوقتي ده بس بقى له غايب كتير قوي، لا، الناس كلها خلال الفتره اللي فاتت من ناحيه تدوير اللعيبه في الملعب ده، الناس معظم الناس خدت ماتشات وبقت تقريبا مستويات متقاربه، يعني هو دلوقتي عنده عناصر يقدر بس هو كمدرب بقى يختار الاصلح لكل مباراه. ما بقاش في فريق ثابت بيلعب بيه او كذا، لا، في عناصر تصلح للمباراه دي ولا لا، المباراه دي داخل القاهره او خارج القاهره، دي على حسب بقى المدير الفني ما يختارها، وهنتكلم في ده لما طبعا نتكلم على مباراه بكره ان شاء الله. كابتن حسام كمان عايز يحطم ارقام وعايز طبعا
عايز يعمل حاجات برضو، عايز يعمل احصائيات لنفسه كمان بالظبط. فاكيد برضو مش هيغامر زي ما حضرتك قلت. وكابتن فوزي قال كابتن محمد ان هو كابتن حسام ما عادش عنده بديل اساسا، ما عندوش بديل اساسي واحتياطي ومش عارف وبره خالص. لا هو اي لعيب بيدخل بيدخل ويؤدي، تحس ان هو مندمج ومنسجم وقد المسؤوليه، وده ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل صحيح. فالفتره الجايه كابتن حسام برضو مش هيرضى ان هو يبقى في تعادل في لا قدر الله هزيمه، وعايز يحطم ارقام. هو كمان حاجه مهمه جدا في مباراه بكره لو هنتكلم هنبتدي نتكلم عليها ان انت برضو لازم تبعت انذار للفرق اللي مشتركه معاك في البطوله ان انت البطل وان انت بادئ مع الفرق، ما عندكش بقى دور تمهيدي ودور بعديه، لا من اول مباراه ومن اول دور انت بتلعب بكل قوتك، بتحرز اهداف كتيره، بتعمل نتائج مهمه جدا. برضو البطل لازم يعمل نتائج ممتازه او نتائج ايجابيه بره وجوه، فهو برضو هيبقى حريص على النتائج ان شاء الله او النتيجه بتاعته. بتشوف يا محمد دلوقتي، بتشوف دلوقتي ان مفيش حاجه اسمها بره ومفيش حاجه اسمها جوه دلوقتي خلاص. صحيح. حتى بنشوف بطولات اوروبا ما فيش حاجه اسمها بيلعب بره ملعبه في وسط جماهير، هي مباراه واحده، هي ماتش جوه او بره، هو صحيح. هو بيأدي وخلاص. صحيح. وشفنا صحيح. يعني شفنا ماتش ريال مدريد كمان مع باريس سان جيرمان، كان ماتشين جامدين جدا. صحيح. صحيح. وادوا، ما فيش حاجه اسمها جوه ملعبي وبره ملعبي بالظبط. فانا اتمنى ان بكره ان شاء الله فعلا النادي الاهلي يثبت ان هو يعني ان هو كسب الماتش الاولاني على ملعبه، ويقدر يكسب بكره ان شاء الله. صحيح. في الماتش الثاني باذن الله اكيد. يعني وليد ازاره كابتن ظاهره او هداف الدوري، عايز اقول ظاهره برضو لان وليد كان ناس كتير بيقول لك وليد ومش هو مش قد مستوى النادي الاهلي، وليد وليد، وكان في انتقادات كتير جدا ليه، لكن حتى كمان هيرفي رينارد استبعده من المنتخب المغربي، فكسرت الاقاويل والانتقادات عليه. بعد كده كابتن حسام بدري صمم عليه، الراجل بقى هداف الدوري. الناس دلوقتي يقول لك لا هو فين ازارو لما يغيب، عايزين ازارو. ازارو بقى ظاهره فعلا وحاجه جميله جدا. رجع المدير الفني المنتخب المغربي تاني استدعاه ضمه تاني. شايف المفارقه؟ يعني هو استبعده، كابتن حسام صمم عليه، رجعه المنتخب المغربي تاني. صحيح. المدرب بيبقى له رؤيه، المدرب بيبقى مقتنع بامكانيات لعيب، شايفه معاه في التدريب، غير احنا كجمهور كوره بنشوفه بس في المباريات، انما المدرب بيبقى معاه في كل تدريب وبقى مقتنع بامكانياته وعارف امكانياته كويس قوي. لو نفتكر برضو نفس الوضع بتاع ازارو كان مع فلافيو اول ما جه مع مانويل جوزيه، الناس كانت عماله تنتقد وعماله تقول ايه الراجل اللي جه ده الافريقي، واحنا اشترينا مش عارف الترماي واحنا عملنا كذا وكذا. مانويل جوزيه صبر عليه كمان اكتر من حسام، يعني صبر على فلافيو يمكن يكاد يكون موسم كامل. في فرق يا كابتن محمد، ده فلافيو قعد سنه ما يجيبش سنة بالظبط، سنه ده كامل، ده هداف الدوري في اول سنه ولسه اول احتراف ليه ولسه صغير بالظبط كده بالظبط. بص يا محمد، مش افريقي خلي بالك، ومش افريقي طبعا طبعا، عندهم قوه استحمال وشخصيه غير ال، وبعدين مش برضو اللغه ما بيسمعوش اللغه الانتقادات وما بيقروش الصحافه والحاجات دي، مش على طول يعني، ممكن حد مثلا يحكي له بعد الماتش او بعد التدريب، انما غير طبعا ظهروا راجل مغربي اشقانا عارف اللغه وفاهم او البول. يعني قلت حاجه كويسه قوي يا محمد، المدرب او المدير الفني هو اكتر واحد بيدرى. انت لو انت دلوقتي مثلا اي فرقه انت مسؤول عنها وهتيجي تلعب النادي الاهلي وهيلعب قصادك وليد ازارو، هتعمل ايه يا كابتن محمد؟ هتعمل ايه يا كابتن ميدو؟ لعيب جاء تقيل، لعيب تقيل طبعا طبعا، سريع جدا، بيتحرك في كل مكان على وليد ازارو. وليد ازارو فعشان كده انا يعني انا مدرب فرقه اللي قصاد النادي الاهلي هوقف عليه اثنين، مش هوقف عليه واحد. طب ما ناخد راي كابتن محمد يوسف. يا ريت. كابتن محمد يوسف نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدرب النادي الاهلي ومدير فني النادي الاهلي السابق، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك، اهلا بيك كابتن ميدو، بمسي عليك وبمسي طبعا على كابتننا الكبار و يعني كباتن النادي الاهلي العظام كابتن فوزي سكوتي وكابتن محمد حشيش. كابتن محمد يا نجم. اهلا وسهلا يا نجم، والله كتير والواحد بيتبسط يعني ان اولاد النادي الاهلي موجودين في بيتهم في قناتهم قناه النادي الاهلي، ويعني منورين والله الشاشه. ونورك يا محمد، ربنا يكرمك. طبعا يعني كابتن محمد يوسف لسه جاي من العزاء الراحل كبير سمير زاهر، يعني البقاء لله الاول يا كابتن محمد، وكلك واجب طبعا. البقاء لله طبعا في الرياضه المصريه كلها، وكابتن سمير يعني قياده من قيادات الرياضه المصريه، وكان يعني ليه الله يرحمه بقى ساعة طويل مع اتحاد الكوره اكيد في رئاسه اتحاد الكوره، الفتره يعني تعتبر فتره ذهبيه اللي هي
فترة 2006 لغاية 2010 وفوزنا بثلاث بطولات، بالإضافة كمان أنه هو كان رئيس اتحاد الكورة في بوركينا فاسو 98 برضو، فيعني حقق إنجازات كبيرة جدا. لكن يعني هو ده حال الدنيا، ونتمنى إن شاء الله ربنا كده يدعمه يعني يدخله فسيح جناته ويلم أهله الصبر والسلوان يا رب يا رب. يعني كابتن محمد دخلك في أجواء اللقاء الأهلي ومننا غدا إن شاء الله في الجابون، كنت حضرتك مدير فني النادي الاهلي وخدت معاه بطوله افريقيه غاليه جدا على كل الاهلاويه. لو حضرتك مكان الكابتن حسام بدري بكره واللعيبه رايحه كسبانه 4-0، اهم تصريحاتك او اهم النقاط اللي ممكن تتكلم فيها مع اللعيبه قبل مباراه الغد هتكون ايه ان شاء الله؟ يعني هي المباراه بكره محتاجه تدريب نفسي اكتر من تدريب فني او بدني او تكتيكي او اي عنصر. يعني الناحيه النفسيه مهمه جدا، التحضير النفسي مهم جدا. اخطر حاجه طبعا ان مباراه زي بكره ان تبص تلاقي ان فريق النادي الاهلي، ودي حاجه عاده مش يعني ما تبقاش موجوده في النادي الاهلي، لانه بيحترم المنافسين بتوعه وبيحترم المباريات بشكل كبير والسيناريوهات المختلفه بشكل كبير. لكن طبعا الخوف، كل الخوف ان يبقى في ناحيه فيها يعني في ثقه زياده، اطمئنان، في اطمئنان بشكل كبير، دي هتاثر بشكل سلبي. ان يبقى في اطمئنان، في هدوء في بدايه المباراه بالتحديد، فالحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. لكن اللي انا عايز اقوله النتيجه مريحه جدا للنادي الاهلي كمباراه ذهاب يعني، وفريق طبعا مننا يعني خلينا نتكلم بمنطقيه في الفريق اللي هو يعني يخوف النادي الاهلي. لكن يعني لا قدر الله ان ممكن لو في تراخي او في نوع من الاطمئنان، هي دي اللي ممكن تاثر على اداء النادي الاهلي. وحاليا النادي الاهلي انا شايف ان الطموحات بتاعته والتركيز بتاعه كله على انه يؤدي كره حلوه كمان. عاده النادي الاهلي ما بيبقاش بيلعب بس على نتيجه او ان يعني هو يصعد للدور التالي، لكن لابد ان هو يعني اداؤه في افريقيا بيحتم عليه ان هو يقدم كره حلوه. افريقيا كلها حافظه النادي الاهلي وعارفه اداء النادي الاهلي وعارفه قد ايه بيلعب كره حلوه، قد ايه هو بطل افريقيا ونادي القرن، يعني هو يعتبر قائد انديه افريقيا في بطولات انديه العالم يعني. فدي مهمه جدا ومسؤوليه على النادي الاهلي وعلى ان هو يؤدي اداء بشكل مميز. يعني كابتن محمد، العوامل الخارجيه زي الجو، الرطوبه، الحر، ارض الملعب، الجماهير، ممكن يبقى ليها تاثير سلبي على لعيبة النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي متعودين على مثل هذه المواجهات؟ لا، الخبرات طبعا، الخبرات السابقه كلها، ومعاك نجوم طبعا صالوا وجالوا في قاره افريقيا بشكل كبير. خلاص يعني النادي الاهلي النهارده ما بينزل في افريقيا عارف كل الاجواء المختلفه، سواء المطر، سواء الجو الحار، الرطوبه، انهي بلد فيها جمهورها مثلا بيبقى عنده حماس. في بعض، خلي بالك، مش كل الدول في افريقيا بيبقى جمهورها عنده عنف في التشجيع بتاعه. في دول جمهورها لما انت بتلعب كره حلوه بيبدا يشجعك، وخصوصا النادي الاهلي محبوب في افريقيا ببطولاته وبنجومه اللي بتيجي على مدار السنين بتاعته. فطبعا انا شايف العوامل دي النادي الاهلي متمرس فيها جدا وبيتعامل معاها طبعا بخبره وباحترافيه كبيره يعني. فأنا أتمنى إن شاء الله طبعا إن النادي الأهلي يؤدي كرة عالية قوي، ويؤدي كرة اللي هي اللي احنا بتفرحنا وبتبسطنا كلنا، وفي نفس الوقت برضو يبقى نتيجة، عشان إن شاء الله أنت عارف إن المباراة دي بعد كده هيتم يعني، أو إن شاء الله النادي الأهلي يصعد، هيبقى الأدوار بعد كده دوري المجموعات هيبقى بعد كأس العالم، فأنت هتقعد فترة طويلة. المباراة دي أنا شايف إنها هتدي رساله قويه للمنافسين عندك، انت عندك منافسين في البطوله دي يعني الوداد، عندك الترجي، عندك مازيمبي، عندك يعني عندك فرق تقيله السنه دي بتتنافس مع النادي الاهلي، فاعتقد ان انت برضو بتديهم رساله كسبان 4-0 المباراه الاولى، المباراه الثانيه ان شاء الله بكره يبقى في مكسب برضو كويس، دي بتدي ان انت كسبان بره وجوه، بتدي برضو رساله قويه للمنافسين.
اكيد. كابتن محمد طمنا عليك بقى، نبعد شويه عن المباراه ونبعد عن افريقيا شويه، طمنا عليك وان شاء الله نشوفك قريب كمدير فني في احد الانديه المصريه، ولا في عروض خارجيه لكابتن محمد يوسف؟ والله كابتن ميدو انا حاليا طبعا كان ليا تجربه مع بتروجيت، وبعد كده دلوقتي انا في حاله راحه كده وهدوء، ان شاء الله بعد لدوره ان شاء الله في امريكا ان شاء الله في ابريل القادم، هسافر ان شاء الله دوره تدريبيه يعني خاصه بالمديرين الفنيين ان شاء الله، دي بجهز لها، وبعد كده بقى نشوف حاجه على الموسم الجديد ان شاء الله سواء خارج او داخل. انا راجل مدرب محترف يعني، بشوف العروض اللي بتيجي الاحسن ايه والانسب ايه ليا، وربنا يسهل ان شاء الله ويقدم لي خير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن عايزه. كابتن فوزي كنت عايزك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن محمد، وحشنا. الله يخليك كابتن فوزي، بالتوفيق ان شاء الله، واتمنى انك انت يا كابتن محمد لما يجي لك عرض ان شاء الله انك تمسك فرقه، تمسك من بدايه الدوري تقدر انت تكون الفرقه بتاعتك. كل المدربين يعني حتى اسامه عرابي اخونا وحبيبنا بيتظلم لما بيروح يمسك فرقه، بيبقى القماشه اللي عنده هي دي اللي موجوده، هي دي اللي بتتحكم في يعني، بتبقى هي اللي عامله له خط السير بتاعه يعني، بيبقى على قد اللعيبه اللي موجوده هو هيعمل ايه، المدرب مش هينزل يلعب. فعشان كده بتمنى يا كابتن محمد فعلا انك لما يجي لك عرض ان شاء الله، او الانديه بتيجي تدور على مدرب كويس بتتفق معاه من بدايه الموسم، قبل بدايه الموسم كمان. نتمنى كده يا كابتن محمد. يعني كلام حضرتك طبعا سليم 100%، وفعلا المدرب زي ما انت بتقول بيبقى عليه عامل واللاعبين عليهم عامل، وزي ما حضرتك قلت ان المدرب اللي بيمسك في وسط الموسم بيبقى مش مختار اللعيبه، وبالتالي طبعا بيبدا هو اللي يحاسب على الفاتوره زي ما بيقول، بيحاسب على الفاتوره. وانت شفت يعني او كلنا طبعا متابعين يعني اعظم مدرب في العالم بيب جوارديولا لما بيسالوه يعني ايه اللي عمله في مانشستر سيتي، فقال لهم انا جبت لعيبه كويسه يعني، انا هو انا بس بدون لعيبه كويسين وبدون لعيبه غاليين، قالها كده باللفظ يعني، قال غاليين يعني، هو كلف ميزانيه او اداره مانشستر سيتي ان هم يرفعوا سقف او البادج بتاع الميزانيه بتاعتهم، يجيبوا لعيبه مميزين. فهو لما جاب لعيبه مميزين قال لك الموضوع كله هو في اللعيبه يعني مش فيا يعني. فهو عايز يشير يعني بيب جوارديولا عايز يشير ان مدرب مهما اشتغل طبعا عليه عامل كبير جدا، لكن لابد زي ما حضرتك بتقول يا كابتن فوزي ان يبقى في لعيبه بتنفذ الفكر ده. فطبعا كلام حضرتك صحيح 100% يعني، لابد الواحد يبقى تجربته من اول الموسم، وهي دي اللي مخلياني يمكن استنى لبدايه الموسم. انا جالي حاجه بعد بتروجيت في الدوري المصري بس ما يعني ما فضلتش ان انا اقدم عليها يعني. كل التوفيق ليك كابتن محمد، السير كل خير ان شاء الله، ربنا يكتب لك النجاح في اي مكان هتكون فيه سواء داخليا او خارجيا. كابتن محمد يوسف المدير الفني الاسبق نادي او السابق نادي الاهلي، شكرا جدا على هذه المداخله. انا بس فعلا انا ليا اوبجكشن بس لا المدير الفني لما بيجي زي ما كابتن فوزي قال وكابتن محمد يوسف قال، بيجي يقول له تعالى تولى المسؤوليه في نص السيزون، هو يبقى ليه الحريه ان هو يقول او يقول لا. طالما قال ممكن يقول في حالتين، ان انا هكمل او هبقى في الدوري هذا العام والسنه الجايه ان شاء الله اوعدكم، في ظل وجود بقى لعيبه في ظل وجود امكانيات، يا اما يقول نعم ويتحمل هو المسؤوليه كامله. فهو المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير، لان هو اللي بيختار يعني. انا ما ينفعش انا اقول يا كابتن انا اصل انا ما رحت مثلا ام بي واللعيبه ما كانتش على مزاجي، ما انا اللي وافقت. هو بس بيبقى المقاولين واللعيبه ما كانتش على مزاجي، فانا اللي وافقت. رؤساء مجلس الادارات ما هم برضو عايز يشتغل يعني، المدرب بيبقى عايز يشتغل. بس انا اقول لك حاجه يا ميدو، كلامك ردا لكلامك، لما المدرب يجي يجي له فرقه والعرض هو بيقول لك ممكن ربنا يوفقني، ما هي دي بقى، ما خلاص يبقى هو اختار يا كابتن، يبقى هو اختار، مش هو يتحمل المسؤوليه. لكن احنا عندنا مدربين كويسين جدا يعني، وخاصه مدربين النادي الاهلي اللي طالعين من النادي الاهلي ومرنوا النادي الاهلي، فلما بيجي يعني بيصادف ان هو يمسك فرقه عايز يثبت وجوده. انا بحمله هو المسؤوليه يا كابتن فوزي. انا عندي زي محمد يوسف كده، قال لك ايه، انا جالي عرض بس انا فضلت ان انا استنى، يبقى هو عارف ان هو العرض كان فيه مخاطره. بص يا محمد، تاكيد لكلامك، تاكيد لكلامكم، انا مش مؤمن بان مدرب هيروح يقعد مع شهرين مع ثلاثه مع الفرقه ايا كانت الظروف انه هيعمل حاجه كويسه، عشان ما يضحكش على بعض، احنا كنا عارفين. بس في مدربين بس بتبقى بقى ايه، توفيق من عند ربنا. انما كمقاييس شغل لازم عشان تقعد مع فرقه ويبان بصماتك على الفرقه، لازم تختار لعيبه
ولازم تبقى حاطط لائحه بتاعتك انت شخصيا. ده طبعا حاجه جميله. ولازم تبقى طبعاً شايف اللعيبه في ماتشات وديه وترسي على 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 تشكيله اساسيه بالنسبه لك. الحاجات دي بتاخد لازم فتره اعداد وتاخد وقت كبير. ما جيش انا في النص بقى. انا بص انا دايما اقول دي يا فوزي دايما كل مره دي مش زي النادي الاهلي. هو خلي بالك برضو عايز يشتغل. ما هو ماشي بقى دي دي اللي بتوقع. ما عايز يشتغل يتحمل نتيجه بقى القصه ان يقعد برضو شهر ولا حاجه ومجلس اداره مشيه تاني. وخلي بالك دي بتقلل من المدرب مش جامد جامد. خلي بالك الموضوع ده هنقعد احنا عايزين هندخل في جو حاجه يعني. احنا شفنا وقتنا هيجري انت لا 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 شفنا محمد حلمي لما مسك الفرقه كسب الماتش يعني. في في مدربين كده بيقول لك ايه لما بيكسب ممكن الفرقه ايه يعني الحظ معاها مش ماشي. هي هترجع في الاخر توفيق من عند ربنا. انما مقاييس شغل لا ما بيلحقش يعمل حاجه. عشان كده بقول لمحمد يا رب المدربين بتوعنا او اي مدرب لما يمسك يمسك من بدايه الموسم واصبر عليه. ما تقوليش ماتش وماتشين وشكرا مع السلامه. وممكن يا كابتن مدرب كويس جدا هو عارف ان الفرقه دي فيها نقاط فنيه مش موجوده فيها نقاط قوه المدرب اللي مش عارف يطلعها. المدرب بيتعامل باسلوب مش كويس يروح يمسكها ويكسب بيها. صحيح. بتفرق. هي يا كابتن مش هيشتغل كده. خلي بالك اختيار برضو اختيار مدرب واختيار اداره. اولا الاداره هو موضوع كبير اصلا. الاداره لازم تشوف المدرب يناسبها ويناسب لاعبتها. مش انا اقول الكابتن فوزي بقى انا اقول ايه ما الكابتن فوزي ما عملش ما انا اللي اختار. انا بقى انت عايز منه ايه وطموحك معاه ايه. اصل انت ليه جاي لك من الحشيش ايه ان انا اللي مختار وانا اللي اطلع انتقد. نطلع انتقد. طب ما انا كده مش عايز اقول يعني مش عايز اتكلم. خلينا احسن موضوع كبير موضوع كبير على فكره. وبعدين المدرب يروح يوافق ويرجع يقول لك اصل ما كانتش اختياراتي. طب ما انت اللي تتجننون اللايك. طب الكابتن حسام بدري بالرغم من فوزه باربع اهداف يا كابتن فوزي غير ان هو قال المباراه او النتيجه يعني خادعه. قال كده ليه؟ لازم لازم اي مدرب لو كسبان 10 هو هو اللي عمله كابتن حسام ان فعلا لما اجي العب مع افريقيا لان احنا زي ما قلنا بيلعب على ملعبي زي بره ملعبي. دلوقتي هو الكابتن حسام ربنا وفقه والفرقه كسبت 4 يكسب 5 يكسب 6 لما يروح هناك يا كابتن محمد عشيش هيلاقي الملعب وحش هيلاقي صحيح. الاجواء هيلاقي الرطوبه عاليه صحيح. جدا في مطر جامد جدا احنا مش عندناش اللعيبه مكيفه على كده طبعا. فانت لما بتكسب هنا بمكسب كبير وتروح هناك برضو اللعيبه مش هتقف اللعيبه هتلعب لان دي لعيبه النادي الاهلي صحيح. مش هيروح يقف صحيح. هو لازم يدي اللعيبه بيدي الايحاء للعيب بتاعه ان ما تروحش تفتكر انك انت كسبان 4 الاربعه دي سهل جدا لو انت استهترت بالفرقه اللي قصادك خاصه الفرقه دي يا كابتن محمد هتلاقي ميدو هتلاقي بيلعب على الكور العاليه والكور العرضيه صحيح. والدربكه اللي هي قدام المرمى ولو في مطر ولا في زحلقه ولا الجفاف واللعيبه صحيح والجماهير اللي موجوده فانت ربنا كرمك كسبت 4 ان شاء الله ربنا يكرمك اول ما تنزل اخلص الماتش اكسب 1 اكسب 2 يبقى صحيح. الماتش واللعيبه تادي يعني فرصه ان احنا بنلعب في ملعبنا وكسبنا وربنا كرمنا. عشان كده يعني اتمنى من لعيبه النادي الاهلي بالذات هيقابل بعد كده في افريقيا ماتشات كبيره جدا لسه لسه استغل لسه لما ادخل دوري الابطال ان شاء الله يعني العب واكسب على ملعبي اسجل اهداف كتيره ميدو ليه بتريحني نفسيا والجماهير نفسيا بترتاح نفسيا. لكن كحسام البدري هو مش مرتاح ولا اللعيبه هيبقى مديها الانطباع ده لو اديت احنا لو نفسنا احنا بنلعب وجينا نلعب ناس وقلنا دول اقل منا هننزل هتلاقي نفسك انت مش قادر تأدي صحيح. ليه؟ لانك انت استهترت بالخصم. هو تلاقي الكابتن حسام طبعا والكابتن سيد حفيظ واحمد ايوب طبعا كلهم هتلاقي ان هم بيدوا الإحاء يا جماعه الماتش مش سهل الماتش مع صفاره الحكم صحيح. لنهايه الصفاره نطلع كسبانين ان شاء الله هي الكوره كده ان شاء الله. برضه اخد رايك قبل طبعا هي رساله كابتن حسام بيقولها في المقام الاول بيقولها للعيبه بتاعته مش لاي حد تاني ان انت كسبت 4 مش ده مش معناها ان انت هتروح هيبقى المباراه سهله. لحاجات كتيره جدا جدا من خلال يعني لعبنا في افريقيا والناس عارفه ان في اجواء مختلفه رطوبه في حر في ارضيه ملعب في حاجات كتيره جدا في نفسيه وطبيعه اللعيب المصري لما بيحس ان هو ارتاح للنتيجه بيروح بعد كده بيحس ان خلاص اطمئن. كره عودتنا ان ما فيهاش كبير ممكن فرقه تبقى كسبانه 4 ولا قدر الله ممكن الفرقه الثانيه تحرز اهداف يمكن اكثر وشفنا امثله السنه اللي فاتت لبرشلونه مع باريس سان جيرمان ما عمل ايه طبعا يعني. فكابتن حسام اعتقد ان هو هيدي حافز كبير للعيبه ان هي تطلع بنتيجه ايجابيه من بدايه المباراه لا تستهين بالخصم. طبعا لو هنتكلم انه ممكن ازاي يلعب انا اعتقد ان هو انا في رايي انا لو منه
زي ما احنا كنا بنقول من شويه ان اللعيبه كلها بقت واحد دلوقتي فوزي، يشارك الناس اللي هي برضو ما خدتش فرص كثيره الفتره اللي فاتت، لان زي ما احنا بنقول كل اللعيبه بقت مستوى واحد، فممكن يدي لبعض اللعيبه اللي كانتش موجوده يديها في المباراه دي، وخصوصا ان هو محتاج برضو ان كل اللعيبه بتاعته او قوام الفرقه او قوام النادي الاهلي كل اللعيبه يبقى عندها برضو الخبرات الافريقيه. مش هيقدر يدي خبرات افريقيه في مناسبه احسن من كده لحد ما طبعا النتيجه كويسه. الفرقه برضو ما تخوفش بالشكل طبعا اللي احنا عارفينه، مش بيلعب الفرق المعروفه في افريقيا اللي لها تاريخ في افريقيا، فممكن ان هو يقدر يلاعب الناس تاخد خبرات افريقيه. يعني على سبيل المثال ممكن يدي مثلا هشام محمد، ممكن يدي احمد حمدي، ممكن يدي ميدو، اسلام محارب، انا اعتقد ان برضو ممكن يدي مروان محسن مباراه زي دي خارج. هو خد في الداخل مباريات سواء في الدوري او افريقيا، المفروض يديله بقى في مباراه زي دي ويريح برضو في نفس الوقت وليد ازارو، لانه طبعا اكيد لعب كل المباريات واكثر نسبه اشتراك هو، فيديله راحه برضو خلال المباراه بتاعت بكره. هيعتمد على حاجات كتير اعتقد بديهيات في الملعب بكره، ان هو يدور كوره، الكوره هي اللي تتحرك مش اللعيبه، عشان يقلل الاحتكاك والاصابات، لان من ضمن برضو الحاجات اللي بكره لازم ينبه عليها مع اللعيبه ان هي تطلع سليمه ما تطلعش فيه اصابات. اللعب الافريقي احنا عارفينه، الارضيه الملعب ناشفه، الاجهاد والحر اكثر عرضه للشد العضلي والتقلصات، فممكن ان هو الكوره لازم هي اللي بتتحرك، يدور اللعيبه اولا التدوير الكوره كتير في الملعب بيدي، او الاستحواذ بمعنى صح بيدي استهلاك وقت، وفي نفس الوقت انت لحد ما مستريح في النتيجه مش مستعجل، فاعتقد ان ممكن التعليمات دي بديهيه الكابتن حسام يديها لعيبته بكره يعني. تمام. طب كابتن فوزي قبل ما اروح لتقرير عايز اقول لك الفريق ده كان عامل ازاي في استاد القاهره؟ الاحصائيات اللي انا جمعتها عنه، الفريق ده سدد 9 مرات على مرمى الشناوي، منهم تسديدات على الهدف، 3 تسديدات على الهدف فهو بيروح للجول، يعني ده معناه ان هو بيروح للجول. خد 4 ضربات ركنيه من النادي الاهلي، خد ركلات حره 14 مخالفه، ركلات حره يعني. التسديدات اللي تم صدها يعني الشناوي صد 3 من الفريق ده، رميات تماس الفريق ده خد 9 رميات تماس، ضربات مرمى يعني مخالفات 11 للاهلي و11 على منانا، فاحصائيات تقول لك ان الفريق ده بيروح للجول، هو راح للجول فعلا. حتى النتائج بتاعته عنده مهاجم متميز جدا اللي كان بيلعب ناحيه الشمال على احمد فتحي، وكمان بيلعب على احمد فتحي هو ده الوحيد اللي متميز وكان بيعدي وبيروح وحاول وشاط وكان بيعمل دبل باص، ففريق في ملعبه بقى على ارضه. انا مش بخوف الناس لكن دي حقيقه في الكوره، انا 4-0 بالنسبه لي مش نتيجه كبيره، لكن مع النادي الاهلي لا نتيجه كبيره، يعني من النادي الاهلي 4-0 نتيجه كبيره، لكن 4-0 في التوتال او في العموم مش نتيجه كبيره في ظل الاحصائيات اللي انا شايفها دي، وفي ظل الملعب وفي ظل الرطوبه وفي ظل الجو، اللعيبه لازم تكون واخده حذر طبعا ويلعبوا مباراه بمنتهى الجديه. بص يا ميدو، هو متوقع في سير الماتش هم قبل ما اول ما هيبداوا، لان هي خلي بالك برضو النتيجه زي ما احنا مطمئنين عليها، هم خايف جدا من النادي الاهلي لانه مغلوب 4-0، فالنتيجه كبيره بالنسبه له، انه بيفكر يعوض دي، فهيبقى من اول دقيقه في الماتش هتلاقيه ضاغط على فريق النادي الاهلي. هم تملي اللعب الافريقي اللي احنا عارفينه، تملي الكور العاليه، الكره الطويله، بس الفرقه دي مش كده يا كابتن فوزي. لا الفرقه دي بتلعب على الارض، وكانوا حتى يدخل فيهم واحد واثنين كانوا مجننين في الاستوديو يلعبوا على الارض اختلاف الفرقه دي الافريقيا تملي بيجي يلعب على ملعبنا بيلعب كويس جدا، على ملعبنا احنا بيلعب كويس جدا، زي ما يكون الجو حلو او الارضيه حلوه، مستمتع. اللي عندهم الملعب بتاعتهم او الجو اللي عنده أفريقي. لعب افريقي، لعب حماسي، الكور العرضيه والالتحامات القويه والكور العاليه، ويلعب على الكرانين ويلعب على الفاولات اللي على ال 18 والحاجات دي كلها، فهو هتلاقي اول ربع ساعه النادي الاهلي هيبقى طبعا كابتن حسام عارف وهيقول الكلام ده طبعا، ان هو هيلعب على الكور المرتده، هيدافع كويس جدا ويلعب على الكور المرتده باستغلال السرعه بتاعت وليد ازارو، ولو ربنا كرمه وخطف جون في بدايه الماتش هيرتاح الماتش جدا بالنسبه له، فهيبقى سيناريو الماتش يا ميدو هيبقى ان هم نازلين، هو خلاص مش باكي على حاجه، ده هو 4-0، فهينزل اول ما ينزل هيلعب هيضغط على النادي الاهلي، عايز يضغط، عايز يحرز هدف بدري. فالنادي الاهلي هيعمل ايه؟ كابتن حسام طبعا عارف الكلام ده، هيبتدي يقفل كويس جدا، يحاول يضغط عليهم كمان على اساس ان انا ما اخليش الضغط عليا كله، ويقدر مع اللعيبه اللي عندنا لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده، وهيأثر على
على الفريق الثاني اللي قصاده برده ويمسك كوره ويضغط عليهم ويلعبوا، هتلاقيهم برده هم انكمشوا بقى في نص ملعبهم. والجماهير برده خلي بالك الجماهير عليه عامل الضغط الجماهيري برده ساعات بيأثر على اللعيبه. اكيد اكيد. فاحنا النادي الاهلي متعود على الجماهير، مش هتفرق معاه الجماهير بتاعه الجابون، لكن هو هيأدي وهيضغط اللعيبه، هتلعب وتأدي ومطمئن على النتيجه اللي عنده، بس بيأدي وعايز يحرز اهداف، فهيخلي برده فرقه الجابون منانا ده هيبقى يعني برضو كمشان شويه، مش هيبقى بس لازم في حذر زي ما انت قلت. طيب. لازم حذر جامد جامد جدا. طيب احنا نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نناقش مع ضيوفنا الكرام ضيوفنا الكبار الاهلي بغياباته هيبقى شكله ايه بكره، ونشوف تشكيل متوقع. نطلع لتقرير ونرجع لحضراتكم على طول. لا صوت يعلو داخل شارع الأهلاوي فوق مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره منانا الجابوني في إطار مباريات العودة للدور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي يستضيفها ملعب الصداقة بالعاصمة الجابونية لبرافيل، التي يسعى المارد الأحمر للتتويج باللقب القاري الغائب عن دولاب البطولات منذ فترة طويلة. قبل انطلاق مباراة العودة سادت حالة معنوية مرتفعة لدى الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري واللاعبين عقب التتويج رسميا ببطولة الدوري الممتاز للمرة 40 في تاريخ النادي، بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا حصل فيه حتى الآن على أقوى خط دفاع وهجوم، فضلا عن تربع وليد أزارو مهاجم الفريق على رأس قائمة هداف الدوري. وبالرغم من الفوز العريض الذي حققه الفريق على بطل الجابون في مباراة الذهاب والتي أقيمت على أرض ملعب استاد القاهرة برباعية نظيفة، إلا أن الجهاز الفني حذر اللاعبين من التراخي أو التهاون، خاصة وأن الفريق الجابوني سيكون خصما عنيدا على ملعبه ووسط جماهيره، لا سيما وأنه يمتلك لاعبين متميزين في الخط الهجومي. تارة أخرى يرغب حسام البدري أن يحقق الفوز مرة أخرى حتى تكون رسالة قوية لجميع الفرق المشاركة بالبطولة أن المارد الأحمر عائد بمنتهى القوة للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتعويض خسارة اللقب في النسخة الماضية أمام الوداد المغربي في المباراة النهائية. بالرغم من أن الفوارق الفنية والتاريخية لصالح أبناء حسام البدري، إلا أن الجميع رفع شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأن الجهاز الفني يسعى للحفاظ على السجل الخالي من الهزائم ومواصلة الأرقام القياسية في طريق التتويج بالأميرة الإفريقية للمرة التاسعة، خاصة في ظل حالة من الاستقرار التي يشهدها فريق الكرة منذ عدة سنوات منذ أن تولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة القلعة الحمراء، هو ما جعل الجماهير تتوسم خيرا في إعادة السيطرة مرة أخرى على القارة السمراء. فكل الأمنيات والتوفيق للمارد الأحمر في مستهل مهمته الإفريقية أن تكون البداية لغزو إفريقيا من جديد. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا التقرير وكنا بنسال كابتن محمد حشيش عن شكل الاهلي في ظل الغيابات اجاي وازار واحتمال لسه برضو الكابتن حسام بدري مش عارف هيلعبه ولا مش هيلعبه. عندك غيابات كتير، فممكن يكون شكل النادي الاهلي ايه؟ اجاي لعيب مهم، لعيب مؤثر، لعيب بدا يندمج مع النادي الاهلي بطريقه جميله جدا. لعيب لما بيغيب الجماهير بيقول فين اجاي، فممكن يفرق غيابه بكره ولا اللعيبه الموجوده هتكون على قدر المسؤوليه، وده الطبيعي يعني. اي لعيب طبعا يعني بيكون اساسي في النادي الاهلي وغيب طبعا بيفرق مع اداء النادي الاهلي، انما في ظل الظروف اللي موجوده دي اعتقد ان اللعيبه معظمها جاهزه. يعني احنا لو بنتخيل مثلا ان انا والكابتن حسام بكره زي ما قلت لك وبكرر تاني هدي فرصه كابتن فوزي للعيبه اللي هي محتاجه تاخد الخبرات الافريقيه، بس مش هيقدر كابتن حسام في ماتش زي ده في الاول. انا عارف، بس عايز اقول لك حاجه. النادي الاهلي كبير وتاريخه الافريقي كبير، وعايز اقول لك ان من خلال تصريح المدرب بتاعهم بقول لك انا عارف ان انا مش هصعد، وانا عارف ان النادي الاهلي فيه قدرات كبيره جدا جدا وفي فرق في القدرات بين اللعيبه واللعيبه، وانا بس عايز يعني ابقى شكلي بس كويس. يكون التصريح ده يا محمد عشان ينيم الدنيا. لا 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 صدقني، خلي بالك في مدربين كده يطلع يقول لك طبعا. بس اللي بيبقى ايه بقى؟ اللي بيبقى نتيجه
يعني برضو قريبة. إنما تتكلم على نتيجة، نتيجة تقيلة مع فرقة برضو إحنا شفناها، مش عايزين برضو يعني نديها أكبر من حقها. لا الفرقة شكلها هنا مش هي الفرقة، لا متوسطة، فرقة متوسطة وتاريخها يعني. فأنا أعتقد إن هو ممكن يريح ناس، لأن زي ما بقولك أنت مش جايب الناس من آخر الدنيا تلعبها، لا أنت جايب ناس قريبة ورجلها في الملعب. يعني لو هنتكلم سريع برضو عن التشكيل، أنا في رأيي إنه ممكن طبعا الشناوي هيبدأ بيه، لأن حراسة المرمى صعب التغيير فيها. ممكن يلعب بكرة أيمن ونجيب، وممكن يدي صبري رحيل. لا سعد، سعد هيلعب بكرة بس أكيد. أه سعد هيلعب بكرة، هيلعب يبقى سعد وأيمن. لو سعد اشتكى بس اتمرن تعبان امبارح والنهارده اتمرن عادي. اتمرن يعني دي هترجع طبعا لحاله بقى اللعيب طبعا يعني. ممكن يدي محمد هاني برضو بكره ويريح محمد احمد فتحي. في نص الملعب مش هيلعب سوليه وعاشور، هيدي هشام محمد على حساب واحد من الاثنين على حسب بقى مين اللي فيهم خد الفتره اللي فاتت. تفتكر انا بقول ده توقعات، ممكن تكون توقعاتي كلها غلط. اعتقد ان الكابتن حسام ممكن يلعب بنفس التشكيله. أنا وارد، أنا برضو متفق معاك، وارد وارد. كابتن حسام محذر قوي قوي من أول هو محذر عشان اللعيبة تهتم زي ما قلنا وتاخد برضو الحذر جامد مباراة زي بكرة. بس أنا بقول لك ممكن يحصل الكلام ده، ممكن يكون كلامي ده كله طبعا غلط يعني. ممكن صانع ألعاب بكرة ممكن يحط أحمد حمدي صانع ألعاب بدل في غياب طبعا أجاييه. ممكن يلاعب ميدو وممكن يلاعب كريم نيدفيد ويدي مروان محسن من البداية. أتمنى لأن أنا قبل برضو ما يلعب مروان محسن المباراة اللي نزل وجاب فيها جون قبلها من الاستوديو قلت يا ريت الكابتن حسام يدي مروان لأنه هو محتاج بديل وبديل قوي لأزارو. عندك كمان وفعلا لعب وكان كويس. أعتقد أن مروان محسن محتاج المباراة من البداية، المباراة اللي جاية. ده اعتقد اللي ممكن التشكيل مش هيخرج عن دول يعني. ممكن زي ما انت بتقول يحصل عكس التوقعات بتاعتي ويلعب بنفس التشكيل اللي حصل المباراة اللي فاتت. بس انا اتمنى ان هو يلعب بالناس اللي هي محتاجة تاخد فرص ومحتاجة خبرات افريقية. حتى لو لعب زي ما انت بتقول بالتشكيل الاساسي يبقى اعتقد انه هيغير برضو وهيدفع بالناس كلها اللي التلاتة مثلا تلات افراد اللي هم ما بيلعبوش. مهم قوي ان يدوا لاحمد حمدي مباراة زي دي لان هو محتاج دلوقتي صانع العاب ولازم يديله في المباريات. محتاج برضو احنا ناسيين برضو صلاح محسن عايز برضو يديله برضو. فيعني صلاح محسن عنده سرعات، وليد ازارو انت محتاج لازم الخط اللي فوق يبقى فيه سرعات كبيره بالظبط كده. لان زي ما قال الكابتن فوزي حضرتك قلت ان فريق منانا ما عندوش اي حاجه يبكي عليها غير ان هو يهاجم النادي الاهلي ويبدا يعمل على النادي الاهلي ضغط من فوق. فاكيد السرعات وليد ازارو وعايز اقول لك ان دي ممكن تبقى سلاح او حاجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي ان نقدر نتعكس بقى نقدر عن طريق السرعات اللي انت بتقولها ممكن يجيب هدف واحد حتى وده يبقى يصعب الماموريه على منانا ويخليها يعني شبه مستحيله يعني. تمام يعني هي قائمه الاهلي لمباراه منانا افكركم بيها. حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي وعلي لطفي، وخط الدفاع سعد سمير وايمن اشرف واحمد فتحي محمد نجيب محمد هاني صبري رحيل علي معلول، وخط الوسط حسام عاشور وعمرو السوليه وهشام محمد احمد حمدي واحمد حمودي وكريم ندفد واسلام محارب وميدو جابر ووليد سليمان، خط الهجوم صلاح محسن ازارو اجاييه خلاص اجاييه مش موجود ومروان محسن. طبعا البعثه بترأسها الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. دي الاسماء المتاحه للكابتن حسام، اسماء ما شاء الله عليها يا كابتن فوزي. قول لي لو برضه ليك راي في التشكيله اللي ممكن يبدا بها يعني كابتن حسام في ظل الغيابات. من طريقه كابتن حسام انا اقدر اقول ان هو محمد حشيش هيعتمد على الاساسيين بتوعه برضه هيبدا بيهم. تمام ده اللي هيبدا بيه يعني زي ما قلنا محمد الشناوي وهيبقى ايمن اشرف ومعاه سعد. لو سعد سليم هيبقى الاثنين برضه اقوياء الاثنين، وهيبقى معلول وهيبقى احمد فتحي مش هيقدر يستغنى عنهم برضه ماتش زي ده. وفي خط النص برضه حسام عاشور وعمرو السوليه مش هيقدر برضه يقعد حد منهم هيبدا بيهم برضه لانه لازم دول خط الدفاع الاول بالنسبه له قدام المدافعين. بعد كده عنده يقدر بقى عنده هيبقى قدامهم ممكن يلاعب زي ما شفنا المره اللي فاتت هو جنرال جاي مش هيبقى موجود لان هو لظروف السفر والحاجات دي ظهرت تعطل. أيوة. فهيبقى هو هيعتمد على ان الناس اللي في نص الملعب ممكن يدفع بيه اسلام محارب لانه برضه وليد سليمان الخبره اللي عنده الموجودين
ممكن مروان محسن وقدامهم ازارو وليد ازارو، لان مش زي ما بدا، زي ما بدا الماتش الاولاني هيعتمد عليه، هيعتمد على الفرقه دي القوام الاساسي بتوعه، لانهم واخدين حساسيه الماتش، لعبوا قصاد افريقيا اللعيبه بتاعت مونانا، فهي دي هيبقى الاساس بتاع الكابتن حسام. وطبعا احنا زي ما اتفقنا احنا ما فيش لعيب قاعد بره ده نختلف عليه، لا طبعا ما فيش لعيب خلاص كلهم اساسيين، احنا اتفقنا خلاص مش هنختلف اي لعيب. صحيح. احمد حمدي يلعب، ميدو جابر يلعب، اسلام محارب يلعب. صحيح. اهم حاجه يا كابتن محمد زي ما انت قلنا كان زمان الدكه بره لازم في حد، يعني وليد سليمان ممكن ما يبداش بيه. اه بالظبط، هو شايف ان وليد سليمان هيحتاجه الشوط الثاني، ممكن ينزل يخلص لي الماتش. صحيح. يعني فلازم الكابتن حسام هتلاقيه قاعد بيفكر في كل حاجه زي ما احنا بنقول دلوقتي كده بنفكر، هو هتلاقيه بيفكر في كل حاجه. أكيد. لكن مش هيبعد عن الاساسيين، مش الاساسيين القوام الاساسي، القوام الاساسي اللي احنا بنقول عليه اللي هم القوه اللي موجوده عنده من ناحيه الشمال ناحيه اليمين. خط الهجوم وليد ازارو لازم يبقى موجود، لان وليد ازارو السرعات بتاعته هتنفعه جدا، لان غلطات الدفاعيه الافريقيه انا بشوف ان هم غلطاتهم كتير، هم عندهم حاله ضعف شنيعه في الخط الدفاع. يعني انا اقدر ممكن استغنى عن اجرين الماتش ده، ما استغناش على وليد ازارو زي احنا كنا بنتكلم الفرقه مع بعض ممكن تحس في التحام وفي سرعه مع بعض. اعتقد ان وليد ازارو هيبقى قريب ان شاء الله، نتمنى له ونتمنى لصلاح محسن، بس خبره صلاح محسن يمكن كابتن حسام هيستنى عليه شويه، لان خبره صلاح محسن برده لسه الافريقيه. انت عارف عايزين نديله بقى، ما ده الكلام اللي انا بقوله. امتى بقى ان لعيب انا جايبه عشان استفيد بيه ويبقى على اساسي عندي؟ اول ما نطمن على النتيجه هتلاقي كابتن حسام على طول. يعني ربنا كرم النادي الاهلي في اول الماتش جون وراح جاب الثاني، خلاص بقى الماتش بالنسبه له لعيبه كده خلاص مات. جون واحد يعني جون او اثنين، النادي الاهلي مش قليل يعني اصلا. لا جون واحد يخلي يعني ان الموضوع خلاص، الموضوع انتهى بقى خلاص. يعني ظروف الماتش، ظروف الاجواء الماتش، ظروف ارضيه الملعب، لا قدر الله حد اتصاب، حد حصل له شد، حد لازم عنده القوام بتاعه. فطبعا الكابتن حسام بيفكر في كل الكلام ده. طيب وليد ازار وصلاح محسن هيبقى لهم دور بكره في الملعب اللي هنشوفه امام حضراتكم دلوقتي. امير هشام صورنا الملعب من بره ومن جوه، تعالوا نشوف هذا الملعب شكله ايه ونرجع لحضراتكم على طول. لسه متواصلين معاكم مشاهدي ومتابعي قنوات الاهلي في كل مكان، ودايما بنحاول نقربكم الصوره بشكل اكبر، نقول لكم كل ما يخص الفريق واستعدادات الفريق لمباراه مونانا، خصوصا ان بعض جمهور النادي الاهلي ممكن يكون مستسهل المباراه دي بشكل او باخر، لكن هي اكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، خصوصا في البدايات وبدايه بطوله دوري ابطال افريقيا اللي من خلالها ان شاء الله النادي الاهلي بيسعى بشكل كبير جدا بكل تركيز واجتهاد ان هم يفوزوا بهذه البطولة مع نهاية الموسم إن شاء الله. لكن احنا الآن متواجدين في غرفة الملابس الخاصة بفريق النادي الأهلي في الملعب الرئيسي اللي هيستضيف في مباراة الغد إن شاء الله ما بين الأهلي ومونانا، وهو استاد الصداقة الدولي، وهو استاد الخاص بالمنتخب الجابوني بالمناسبة. لكن طبعا زي ما انتم شايفين هنا الأماكن اللي هتكون خاصة بلاعبي النادي الأهلي، طبعا ما قبل مباراة الغد إن شاء الله، وأيضا ما بعد المباراة واستعدادات الفريق، وطبعا كل التجهيزات الخاصة بالمباراة، مختلف التجهيزات طبعا اللي أكيد كل جمهور النادي الاهلي عارفها، واللي اكيد بتبقى خاصه باللاعبين وبالجهاز الفني. هيبقى متواجد هنا طبعا الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، وايضا جميع لاعبي النادي الاهلي والقائمه المتاحه بالنسبه للكابتن حسام البدري في مباراه الغد. طبعا الغرفه جيده، يعني امكانياتها جيده، خصوصا ان هو ملعب شكله كويس، الملعب يعني انشئ في عام 2012، وفي امكانيات جيده جدا بالنسبه لهذا الملعب مقارنه طبعا بملاعب اخرى في قاره افريقيا بتبقى فيها صعوبات كبيره، حتى مجرد غرف الملابس بتبقى فيها صعوبات كبيره، لكن الغرفه دي يمكن جيده جدا بالنسبه للفريق وبالنسبه لاي تحضيرات لاي فريق قبل اي مباراه. لكن خليني ايضا اقول لكم ان هنا الكابتن حسام البدري هيشرح الخطه اللي هيبتدي بيها هذه المباراه على البورد دي. كابتن حسام البدري اكيد في المحاضره الاخيره وقبل نزول اللاعبين في الملعب هيعلن التشكيل الخاص بمباراه الغد، وهيعلن او هيقول كل تعليماته الخاصه للاعبي النادي الاهلي والناحيه التكتيكيه ان شاء الله اللي هيلعب بيها الفريق ان شاء الله خلال مباراه الغد، خصوصا ان هيكون في شكل معين كابتن حسام البدري هيبتدي بيه هذه المباراه، خصوصا في ظل سوء ارضيه الملعب اللي هنروح اكيد نشوفها دلوقتي. يلا بينا.
طبعا لسه متواصلين معاكم، وزي ما قلت لكم هنيجي نبص على ارض الملعب الخاصه بمباراه الغد ان شاء الله ما بين النادي الاهلي ومنانا الجابوني في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. الملعب زي ما انتم شايفين كده ملعب يمكن شكله جيد من خارج، يعني طبعا هي شركه صينيه هي اللي عملته بالاشتراك مع الجانب الجابوني كهديه من الصين نظرا للتعاون الكبير والصداقه القويه ما بين دوله الجابون ودوله الصين، حتى بالتالي سموا الملعب ملعب الصداقه بحكم طبعا العلاقات القويه جدا ما بين الصين والجابون. فبالتالي الملعب ده انشئ في عام 2012، وهو على فكره الملعب الخاص او الملعب الرئيسي بالمنتخب الجابوني. الملعب يعني بيسع ل 50,000 متفرج، متوقع بكره ان شاء الله ان يكون متواجد 20,000 تقريبا، يعني خصوصا ان فريق منانا ما عندوش شعبيه كبيره، وايضا خصوصا ان من وجهه نظرهم هنا شايفين ان المباراه تكاد تكون حسمت من قبل النادي الاهلي بعد النتيجه المريحه 4-0 في القاهرة. لكن من المتوقع ان هيكون في جماهير ان شاء الله خلال مباراة الغد. الجالية المصرية قليلة جدا، يعني من المتوقع ان يكون موجود 20 او 30 واحد مصري اهلاوي ان شاء الله يساند الفريق خلال مباراة الغد. ارضية الملعب ارضية يمكن سيئة شوية، يعني عبارة عن جنينة تقريبا، مش هي دي الارضية اللي تستضيف طبعا مباريات قوية بحجم مباراة الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا، لكن في كل الاحوال احسن نسبيا من بعض الملاعب في القارة الافريقية، في ملاعب كتير اسوأ من كده. فبالتالي لا يعني هتكون ملائمة بشكل او بنسبة 20-30% يعني بالنسبة للنادي الاهلي خلال مباراة الغد، لكن هتبقى هي احد العقبات بالنسبة للفريق خلال مباراة الغد، بجانب طبعا المناخ وبجانب درجات الحراره المرتفعه. النهارده طبعا كان المران الاخير للنادي الاهلي على هذا الملعب، وان شاء الله بكره ان شاء الله المباراه، والنادي الاهلي يقدر يؤدي مباراه قويه نتيجه ايجابيه بالفوز ان شاء الله بالنسبه للنادي الاهلي، وده اللي مركز عليه الجهاز الفني واللاعبين. ده طبعا فيما يخص اجواء ملعب الصداقه، وهو الملعب اللي هيستضيف مباراه الغد ان شاء الله. سيبكم بقى مع بعض اللقطات الخاصه بهذا الملعب. شكرا امير. يعني امير ورانا الاستاد ورانا اوضه اللبس، انا شايف ان نلعب ممكن نلعب في اوضه اللبس. انا بتهيألي احسن. احسن من كتير. لا لا الملعب والجو جوه احسن. انت شفت الملاعب، انت لعبت وشفت. الملاعب كانت صعبه. كنا الملعب يعني احنا لما شفنا اوضه اللبس كده قلنا ده جميل جدا. ده حاجه والملعب طبعا. كمان على ايامنا احنا ده بالنسبه له يعني مثلا حاجه بتاعت بره يعني مش استاد ويمبلي. احنا لعبنا ال 86 نهائي افريقيا في الجابون، سجاره الجابون حاجه مش عايز اقول لك عامله ازاي بقى. يعني هتلاقيك انا على الملعب ده حاجه صعبه جدا. ايوه يعني كده ملعب وحش جدا يعني كده دلوقتي جميل جدا طبعا. لا ده دلوقتي حاجه ممتازه يعني طبعا حاجه ممتازه جدا زي ما بيقول امير. يعني الملعب سيء لان ممكن في الصوره ما يبانش لكن بالنسبه للي كنت بتلعبه فيه لا لا حاجه. واحنا لعبتنا تحس ان هم ساعات بيشتاقوا للملاعب اللي هي مكسره، يحسوا ايام زمان كور الشراب بقى كابتن حشيش لانه وليد سليمان ما شاء الله بيلعب الكبار بقى فيهم مش يعني الخبرات الخبرات بقى فيهم دول مدلعين صغيرين مدلعين بالظبط. لعبوا على الملاعب الكويسه، حتى احذيه الكوره يا جماعه اختلفت خالص عن زمان. احنا كنا بنشيل كام كيلو في رجلينا اساسا، دلوقتي الحذاء حاجه خفيفه جدا. كل حاجه طبعا اتغيرت، حتى بعثه النادي الاهلي لما كنا بنروح يا فوزي ما انت عارف كنا بنروح اساسا احنا اللي بنشيل الشنط والكور والادوات معانا والاكل والكراتين الاكل وما بتلاقيش اكل كويس وما بتلاقيش يعني لا كانت صعوبه حتى في الانتقالات ما بين يعني تخيل انت الملاعب الرئيسيه تحس انه مدي على ملعب الاسماعيلي شويه مقصوره ملعب الاسماعيلي ف يعني اذا كانت الملاعب الرئيسيه كانت كده، امال ايامنا بقى الفرع اللي كنا بنتمرن عليه كانت حاجه ما تتشافش خالص يعني كده، وتسافر مسافات وتقعد 11 ساعه ولازم تقعد قبلها بفتره تروح قبلها بفتره عشان رحله واحده. قول لي يا كابتن حسام بدري ممكن يفكر في بدايه المباراه ازاي؟ ممكن يلعب على العامل الدفاعي اللي عندهم ضعف فيه شديد جدا، وكان باين قوي ان هم متاثرين سلبيا بالحاله الدفاعيه بتاعتهم ضايعه خالص. كان ممكن النادي الاهلي يعمل سكور الماتش اللي فات، يعمل 8 اهداف 9 اهداف طبعا. ولا الكابتن حسام زي ما قال الكابتن فوزي ممكن يبقى عنده حذر في بدايه المباراه ويلعب على الكاونتر اتاك بوجود سرعات زي ازارو وممكن صلاح محسن ممكن مروان؟ شايف الموضوع الكابتن حسام بدري يفكر فيه هو هيبص طبعا الكابتن حسام هيبص طبعا للهدف اللي بيبص له فرقه منانا او المدرب بتاعه. هو الراجل مغلوب هنا 4-0 من تصريحاته عارف ان النادي الاهلي طبعا صعب ان هو يتاهل على حساب النادي الاهلي سكور كبير بيلعب على ارضه، فهو عايز يطلع بشكل كويس يحاول يمحي بس حته الاربعه دي. يعني ان هو في حد ذاته
لا قدر الله وجاب جون في النادي الاهلي وطلع بمكسب 1-0 صح مش هيتأهل، بس ده بالنسبه له هو التأهل مكسب. ان هو يكسب مكسب كبير انه يكسب نادي القرن وصاحب اكبر بطولات وبطل القاره يكسبه على الارض ويشيل خالص التفكير بتاع المباراه الاولانيه. فاعتقد ان هو من البدايه الفرقه الثانيه كابتن حسام عارف ان هيبقى في حماس، هو يعمل ايه بقى كابتن حسام؟ هيبقى في حذرات لازم اي مدرب بيلعب بره ارضه في البدايه بيستكشف. ليه؟ بيستكشف برضه الملعب، العوامل الاخرى المؤثره في اللعب برضه زي ارضيه الملعب والجو والرطوبه، مش عارف برضه القصه ايه اللي مستخبيه له من الفرقه الثانيه. لازم يحافظ برضه على لياقه اللعيبه لغايه اخر دقيقه تحسبا لاي حاجه ممكن تحصل. فاعتقد انه هيبان من اول 10 دقائق او ربع ساعه الفرقه الثانيه بتلعب ازاي. هو كافراد الكابتن حسام درسهم من خلال المباراه الاولانيه نقطه الضعف فين، واللي كانت باينه قوي متمثله في طبعا خط الدفاع كله طبعا في بطء غير عادي والتمركز الدفاعي كان صعب جدا جدا. هو عندهم مثلا واحد او اثنين، واحد في نص الملعب وواحد بيلعب قدام، هم دول مصدر طبعا الكابتن حسام هيبقى مدي تعليمات ان هو السيطره على الاثنين دول. اعتقد ان مفيش حاجه تانية احنا يعني شفناها تخوف من الفرقه دي. بعد كده اعتقد من الاستحواذ، لان ممكن اكثر حاجه تتعب الفرقه دي بكره هي الاستحواذ، لان الاستحواذ بيدي ثقه كبيره للفرقه وبيدي برضو احباط كبير للفرقه الثانيه، وخصوصا انهم جايين شايلين الاربعه على كتافهم 4-0 على كتافهم، فممكن دي تؤدي الى انهيار تام للفرقه الثانيه، وخصوصا كمان لو ربنا سهل بحته السرعات برضو نتيجه للضغط بتاعهم من البدايه اللي احنا قلنا عليه ان يجي فيهم هدف، فدي هتصعب المأمورية وتخليها مستحيله. فاعتقد ان الكابتن حسام يعني الحرص في الاول وهيبتدي بقى يلعب كره النادي الاهلي. تمام، اتفق مع كابتن محمد حشيش. لان هو طبعا كابتن حسام عارف وشاف قبل كده ولعب قبل كده في افريقيا كتير كابتن حسام، وكان مدرب في بطولات افريقيا كتير، وعارف ان اداء الافارقه ازاي بيبقى في بدايه الماتشات، فلازم نبقى نقفل كويس ولازم نمسك نص الملعب. عشان كده انا بقول لك هيبقى حسام عاشور وعمرو السوليه ليهم مهام مكلفه جامد جدا، لانه خط الدفاع الاول بعد الديفنس، ففعلا هيبقى لازم انا وانا جاي ابدا ماتش مع فرقه مغلوبه مني 4-0 عارف ان هي مجروحه. هو زي ما قال حشيش كده، قال فعلا لو هو جاب في النادي الاهلي جون هيبقى فرحان جدا اكيد، حتى الجمهور بتاعه وهو رايح يشجع فرقته، هو رايح يتفرج على النادي الاهلي على فكره. زي ما احنا بنقول مثلا لو جه مثلا برشلونه او جه ريال مدريد هيلعب في مصر، كل الناس رايحه بتتفرج على اللعيبه، فهم برضو فعلا هتلاقي الجماهير بكره اللي احنا بنقول عام يعني النادي الاهلي استغلها، هيبقى في صالحنا ان راح يتفرج على لعيبه النادي الاهلي اكيد، فلعيبه النادي الاهلي تادي ان شاء الله بالتوفيق وربنا يوفقهم باذن الله. يا رب نورتنا وشرفتنا يا نجم. شكرا يا كابتن ميدو، ودايما بتنورنا وشرفتنا، سعيد بيك وسعيد بالكابتن محمد. ربنا يخليك يا رب، ودايما وشرفتنا يا كابتن. شكرا ميدو، نبارك لك ان شاء الله بكره يا رب باذن رب. الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في مباراه منانا، مباراه العوده ان شاء الله نوصل لدوري المجموعات. مباراه مش سهله ومش صعبه زي ما قالوا ضيوف الكرام، انا بتفق معاهم تماما، لازم يبقى في حذر دفاعي عشان لا قدر الله ما يجيش فينا اي اهداف في بدايه المباراه. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره، يفرحنا كالعاده ودايما منورني ومشرفني، ومع الف سلامه.